قد يتجرأ الإنسان على معصية الله تبارك وتعالى ابتداء في الخلوة، يعني ربما يستحي من الوقوع في المعصية أمام الناس، ربما يستحي أن يدخل على موقع إباحي من المواقع الإباحية على الشبكة العنكبوتية أو على فضائية نجسة من الفضائيات التي تبث الرذيلة، ربما يستحي أن يفعل ذلك أمام والديه وأمام إخوانه وأمام أصحابه، فتراه يبدأ بمعصية الله جل وعلا في الخلوة، يبدأ بالمعصية في الخلوة حيث لا يراه أحد من الخلق، وهو حينئذ يعتبر أن الله جل وعلا هو أهون الناظرين إليه، لأنه يعلم أن الله يسمع ويرى، فتجرأ على معصية الله في الخلوة. وانتبهنا أيتها الفضليات، وانتبهوا أيها الإخوة، قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه البيهقي وابن ماجة في السنن من حديث ثوبان، قال عليه الصلاة والسلام: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله هباء منثورا، أما إنهم إخوانكم يصلون كما تصلون ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ولا حول ولا قوة إلا بالله، إذا خلا بمحارم الله انتهكها، لا يستحي من الله جل وعلا، فهو جريء على الله في الخلوة. إذا أغلق عليه باب حجرته وأرخى الستائر بارز الله عز وجل بالمعصية. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والمسلم يذكر نفسه دائما بقول الله جل وعلا: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فالله جل وعلا معك أيها الشاب، الله جل وعلا معك أيتها البنت الغالية، فحذاري أن تبارز الله بالمعصية في خلوتك. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. فإذا ما اعتاد الإنسان على فعل المعصية في الخلوة صار فعل المعصية بالنسبة له أمرا عاديا، ربما يبرر بعد ذلك لنفسه وقوعه في المعصية،